رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض تقرير عن رواية شفرة دافنشي. معانا دلوقتي عن طريق زوم كاتب كبير، كاتب مهم، قدرت كتاباته انها تحقق نجاحات كبيرة جدا واصبح اسمه على اي عمل علامة كبيرة. الحقيقة انه تميز الفترة اللي فاتت باكتر من عمل درامي، وتحديدا رمضان اللي فات السنة دي كان ليه عمل حقيقة، كان هو المشرف العام على كتابة المسلسل ده او على هذا العمل. والحقيقة هو كان عمل مميز جدا، قام ببطولته النجم الاستاذ خالد النبوي، هو رسالة الامام اللي حقق نجاح كبير جدا في رمضان اللي فات. معانا النهارده السيناريست محمد هشام عبية، وطبعا اللي هيقوم بكتابة السيناريو والحوار كمان لرواية بنات الباشا للكاتبة نورة ناجي، اللي هيتم تحويلها لعمل سينمائي قريب جدا. وطبعا عايزين نبارك له وعايزين نتكلم معاه شوية عن تفاصيل الرواية. مساء الخير. مساء الخير استاذ هشام، ازاي حضرتك؟ مساء الخير استاذ رانيا، ازيك؟ اهلا بيك والف مبروك على نجاح رساله الامام. عمل مختلف، عمل كان ليه طعم وطابع خاص جدا في المائده الرمضانيه اللي كانت موجوده في رمضان اللي فات. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، ميرسي جدا، والحمد لله على كل حاجه. يعني المشروع كان صعب وتوقيته كان ضيق جدا، بس الحمد لله يعني الرساله وصلت بقدر ما ابدعته. وطبعا النجم والفنان الاستاذ خالد النبوي كان عامل حاله خاصه جدا في رمضان، الف مبروك. وخلينا نتكلم عن التجربه الجديده مع بنات الباشا للكاتبه نوره ناجي، احكي لنا عنها شويه يا استاذ محمد. الحقيقه انا يعني من اول ما قريت الروايه بنات الباشا من وقت صدورها من حوالي 4 سنين، وانا كنت شايف ان هي تصلح لعمل سينمائي مهم جدا، لان هي بتتناول يعني قصص حوالي 8 أو 10 قصص لمجموعه من السيدات، حياتهم ما بين طنطا والقاهره واسكندريه، وبتتقاطع مع حادثه بتتعرض ليهم واحده فيهم. هم كلهم بيشتغلوا في بيوتي سنتر في طنطا، والاحداث بتحصل بالتزامن مع واقعه تعرضت ليها طنطا بتفجير الكنيسه وقت الاحداث يعني اللي كانت بتتعرض ليها مصر. فالروايه بصراحه مشوقه جدا وفيها طبقات مهمه جدا، وبتشرح المجتمع المصري في الوقت ده بشكل ذكي جدا، وخصوصا التفاصيل الخاصة بالنساء في هذه الرواية مهمة جدا وملهمة، وفيها صورة حلوة جدا. وطول الوقت كنت عندي أمل إن أنا أقدر أحولها لعمل سينمائي أو عمل درامي، لغاية ما وفقت يعني في التعاون مع المخرج الأستاذ مندو العدل. جميل. وإن شاء الله يعني الفيلم يعني نبدأ ناخد فيه خطوات قريبا ونتحرك ويتشاف على الشاشة قريبا بإذن الله. إن شاء الله، ومبروك مقدما. وأعتقد إنه هيكون في تنوع ثري جدا جدا في موضوع زي ده أو في فيلم هتقدموه زي كده. خلينا نتكلم شوية عن الأبطال، يا ترى استقريتوا على الأبطال ولا لسه؟ لا لسه ما استقرناش، لان الفيلم بشكل اساسي بطوله يعني تكاد تكون بطوله جماعيه، هي في بطله بتحرك الاحداث، لكن في نفس الوقت يعني فيها بيشاركها الاحداث حوالي 8 او 10 سيدات، فهو برضو من نوعيه القصص المتقاطعه والبطوله الجماعيه النسائيه بجانب طبعا بطل رجل يعني. فاحنا لسه في مرحله الكتابه، وبعد ما نتم مرحله الكتابه هنبدا بقى مرحله الكاستنج واختيار البطلات. بس احنا من كتر فرحتنا يعني ان احنا اتفقنا على المشروع، انا عاده ما بعلنش يعني عن المشاريع لما تاخد وقت، ما تاخد خطوات تنفيذيه، لكن من كتر انا يعني ارتباطي بالروايه وحماسنا ليها اعلنا واحنا لسه في البدايه الاولى للمشروع يعني. الف مبروك مقدما، وتعاون هيكون شيق جدا ان شاء الله مع ماندو او طبعا مخرج الاستاذ محمد العدل، واعتقد انه هيكون تعاون مختلف واكيد هيكون في اضافه للسينما المصريه بشكل عام. خليني اسال حضرتك سؤال، وهو تحويل عمل روائي لعمل سينمائي ده بيتطلب ايه من وجهة نظر حضرتك ككاتب؟ وهل شايف ان كل رواية ممكن تتحول لعمل سينمائي، ولا في شروط معينة لازم تكون بتحملها الرواية علشان نقدر نحولها لعمل سينمائي؟ أنا في رأيي إن أي عمل جيد مكتوب، حتى لو ما كانش رواية، حتى لو كان تحقيق صحفي، حتى لو كان كتاب يعني بيسرد سيرة شخص ما بصيغة أقرب إلى يوميات مش صيغة روائية، ممكن جدا يتحول لعمل سينمائي، بشرط إنه يتوفر فيه المقومات الأساسية، إن الأحداث يكون فيها دراما مشوقة، إن الشخصيات تكون واضحة وتفاصيلها تسمح بالتنوع والتداخل والتفاعل.
لكن هو في مقولة سائدة كده بين كتاب السيناريو إن تحويل رواية لسيناريو أشبه بتحويل برتقالة إلى تفاحة. الاثنين فاكهة، لكن كل واحدة فيهم ليها شكل وليها لون وليها طبعا تفاصيل وليها خصوصية. طبعا لكن في روايات فعلا من أول قراءة ليها بتشوف الشخصيات بتاعتها تتحرك على شاشة السينما، فبتبقي عندك شغف كتير كبير جدا إنك تكوني طرف في ده. وطبعا تحويل الرواية لعمل سينمائي بيوسع جدا من دائرة القراءة ليها، وبيلقي الضوء على نوعية من الكتب ممكن ما تكونش الناس واخدة بالها منها يعني. فأنا بعتبر إن ده واجب أصلا على أي كاتب سيناريو، إنه ينتقي الروايات وينتقي الكتب اللي تستحق الناس تحول إلى الشاشة وجمهورها يتضاعف من عدة آلاف إلى ملايين. أعتقد إن ده واجب على أي كاتب سيناريو. أستاذ محمد، عايز أعرف من حضرتك، هل ابتديتوا جلسات عمل أو اجتماعات ما بين حضرتك وما بين الأستاذة نورة ناجي وهي طبعا كاتبة الرواية، ابتديتوا تتفقوا على التفاصيل، على الشكل اللي هيتم بيه التحويل، الخيوط النهائية للموضوع، ابتديتوا ده ولا لسه؟ هي نورة وهي صديقة عزيزة يعني بتتبع منهج الأستاذ نجيب محفوظ فيما يتعلق بتحويل الأعمال الروائية لأعمال سينمائية، يعني هي بتكتفي بدورها ككاتبة روائية ولا تتدخل في العمل لما يتحول سيناريو. الجلسات اللي هتبدأ إن شاء الله قريبا بيني وبين الأستاذ منذر عادل إن شاء الله. إن شاء الله، ونبدأ نحط فيها الخطوط بقى الأساسية ونتفق على طريقة سرد العمل، لأنه الرواية رغم إنها جذابة جدا وجميلة جدا وإنسانية وصادقة، إلا إن تحويلها للشاشة مسألة صعبة، لأن إحنا هنحول حوالي 300 صفحة لساعة ونص، في حوالي أكتر من 10 قصص متداخلة، لسه هنتفق إزاي هنحكي الفيلم، هنحكي من أي نقطة، لسه في يعني برضو عشان الروايات الحلوة بتاخد مجهود في تحويلها، أكيد. فيعني لسه قدامنا عمل شاق، فدعواتكم. أكيد إحنا بندعي لحضرتك وبندعي لك كل التوفيق، وأعتقد إنها هتكون إن شاء الله تجربة مختلفة مع الأستاذ مندو العدل، وأكيد هتكون فيها إضافة أكيد للسينما المصرية. بشكرك أستاذ محمد هشام عبية على وجودك معانا النهاردة عن طريق زوم، وألف مبروك مرة تانية على مسلسل رسالة الإمام، حقيقي كانت حالة مختلفة جدا في رمضان. بشكرك. شكرا جدا أستاذ رانيا، وميرسي جدا ليك. شكرا. ميرسي لحضرتك.